اهلا بيكو، معاكم احمد عمرو اكواتابس.com و ويم هوف او فيم هوف. وطريقه التنفس بتاعته اللي هي مشهوره جدا اليومين دول، هي عباره عن ايه؟ ايه الفوائد بتاعتها؟ ازاي نعملها؟ هنشرح كل حاجه بالتفصيل. وقبل ما نبدا طبعا سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام والفيسبوك. اول مره كنت اعرف ويم هوف كان من الكتاب دوت اللي هو اسمه تولز اوف تايتنز سنه 2017 لما قريت الكتاب، ومن ساعتها وانا مهتم جدا بطريقه ويم هوف، وشفت فوائد كتيره جدا جدا لما ابتديت ان انا اطبق المعلومات او الحاجات اللي هو بيقولها. عموما يعني تعريف بسيط كده عن ويم هوف او هو عمل ايه او هي الارقام القياسيه اللي هو عملها. ويم هوف سنه 2007 طلع جبل ايفرست بالشورت يعني من غير تيشيرت، هو بس بالشورت بتاعه وطلع ماونت ايفرست او جبل ايفرست، وعدى الحته اللي هي اسمها ديث زون، اللي هي معرفش هي ايه بالظبط، بس واضح من اسمها يعني ان في ناس كتير بتموت هناك علشان ما بتستحملش يا اما البرد يا اما قله الاكسجين اللي بتبقى فوق. فهو عدى الحته ديت بالشورتس. سنه 2009 فويم هوف جري ماراثون كامل في المنطقه ديت في فنلندا اللي هي اسمها الاركتيك سيركل، درجه الحراره بتكون ناقص 20 بالشورت برضو. وسنة 2011 الريكورد اللي عمله كانت في صحراء ناميبيا، جري برضو ماراثون كامل في الصحراء من غير مية، يعني كان عكس اللي هو كان بيعمله قبل كده. واخر انجاز برضو هو عمله ده مش فاكر بصراحة كان سنة كام، ان هو عمل الوورلد ريكورد او رقم قياسي ان هو يقعد في التلج او اللي هو الايس باث، يقعد في التلج معرفش كام ساعة، لمدة ساعة تقريبا ولا حاجة زي ديت. فعمل ارقام قياسية كتيرة جدا. هنتكلم دلوقتي على فوائد الطريقه دي بالتفصيل، وبعد كده في اخر الفيديو ممكن ان انا اشرحها بتتعمل ازاي، او ان انا هحط الرابط بتاع ويم هوف هو بيشرحها بنفسه في الشرح بتاع الفيديو. بس انا عايز اركز على الفوائد اكتر بصراحه لان هي مفيده جدا، وفي فيديوهات كتيره اتكلمت عن ويم هوف وما شرحتش الفوائد دي بالتفصيل. اول حاجه اللي خلى الموضوع دوت يتشهر فعلا دلوقتي اليومين دول، وفي ناس كتيره جدا بتسمع عن ويم هوف دلوقتي رغم ان هو بقاله اكتر من 10 سنين تقريبا بيعمل القصه ديت، بس اللي خلى الموضوع يتعرف كتير دلوقتي ان في ثلاثه اخذوا جائزه نوبل، ثلاث دكاتره اللي هم دول عملوا بحث عن فوائد الطريقه ديت او طريقه التنفس ديت على الناس اللي هي عندها امراض مناعيه او الناس اللي هي عندها التهابات مزمنه. فلقوا ان الموضوع يعني زي السحر بالنسبه للناس اللي عندها امراض مناعيه ديت، فمن احلى من احلى العلاجات الطبيعيه اللي هم اكتشفوها حتى الان للناس اللي عندها امراض مناعيه. فعلا في ناس بعد 8 اسابيع لما بتواظب على طريقه التنفس ديت الاعراض بتكاد تكون اختفت او بتقل بصوره كبيره جدا جدا. الفوائد برضو بتاع طريقه ويم هوف بالنسبه لو حد رياضي، ان انا اثناء عمليه او تمرين التنفس اللي انا بعمله بيبقى في جزء من التمرين دوت ان انا بكتم النفس بتاعي بعد الزفير، يعني بعد ما بفضي الهواء من الرئه بتاعتي ان انا بكتم النفس بتاعي لفتره معينه، فبخلق حاجه اسمها اكسجين شورتج او ان انا بقلل الاكسجين اللي هو موجود جوه. فساعتها جسمي بيضطر ان هو يعمل ايه؟ ساعتها جسمي بيضطر ان هو يكون كرات دم حمراء جديده. كرات الدم الحمراء الجديده ديت لما بتتكون يعني بيبقى في عدد اكبر من كرات الدم الحمراء، فدوت طبعا بيوصل اكسجين اكتر للعضلات بتاعتي. مش بس كده، ده برضو فيه هرمون تاني بيزيد عندي اسمه EPO اللي هو اريثروبويتين، دوت بيبقى نوع من انواع الهرمونات وفي رياضيين بياخدوه على شكل ستيرويد بس مش مشهور قوي في كمال الاجسام، هو بيبقى مشهور اكتر في الرياضات بتاعه التحمل زي مثلا سباق العجل او اللي هي تور دي فرانس او الحاجات ديت، يعني اللي هي بتبقى فيها تحمل كتير جدا وفيها مسافات طويله جدا، فده بيبقى نوع من انواع الهرمونات اللي هي بتزود التحمل. ممكن ناخده عن طريق ستيرويد او ممكن ان انا اعمل طريقه التنفس بتاعت ويم هوف او اعمل اي تمرين من تمارين التنفس اللي هو بيخلق حاجه اسمها اكسجين شورتج. لما اعمل الموضوع دوت بانتظام فعلا الاي بي او دوت بيعلى في جسمي بطريقه ملحوظه. الفايده اللي بعد كده هي من ناحيه الاسترس او من ناحيه تقليل الاسترس والتوتر والقلق والحاجات ديت اللي هي موجوده كتير قوي عندنا اليومين دول، لان اثناء الطريقه ديت برضه لما انت بتكتم النفس بتاعك فانت حياتك بتبقى مهدده شويه يعني انت بتبقى مهدد حياتك، انت على وشك ان انت هتموت. انت كاتم نفسك، انت دلوقتي مش بتتنفس، انت بتعرض نفسك لخطر او لاسترس عالي جدا بس لفتره قصيره جدا.
فساعتها طبعا رد فعل الجسم ان هو بيفرز هرمونات معينه وبيفرز نقلات عصبيه معينه زي الادرينالين النورادرينالين الابينفرين، وساعتها برضو جسمي بيكون افضل في الميتابوليزم بتاع الدهون او بتاع الجلوكوز، يعني عمليه الايض بتاعتي كمان بتكون احسن، بيبقى عندي طاقه اكتر لباقي اليوم. وفي نفس الوقت برضو الجي اتش او هرمون النمو بيعلى. هرمون النمو عموما بيعلى لما بعرض جسمي للستريس، يعني الصيام المتقطع بيعلي الجي اتش، تمارين الهيطه والتمارين القويه بتعلي الجي اتش، تمرين تنفس برضو زي بتاع ويم هوف اللي هو بيبقى برضو فيه ستريس جامد لفتره قصيره، فده برضو بيعلي الجي اتش. وفي نفس الوقت الحاجه اللي هتلاحظها بصوره كبيره جدا جدا هو بعد ما تواظب على التمرين دوت ازاي ان انت بتتعامل مع الاسترس اليومي بتاعك او مع التوتر والقلق اليومي. لما تدي لجسمك جرعه الاسترس الكبيره ديت بس في فتره قصيره، باقي الاسترس بتاع اليوم هيكون ولا حاجه بالنسبه لك، اي قلق او اي توتر او اي حاجه في خلال اليوم بتاعك هتلاقي نفسك بتتعامل معاها بطريقه مختلفه 360 درجه، كانك بني ادم تاني. اي ستريس بيعدي عليك في اليوم ما بيأثرش فيك، تفكيرك بيكون اهدى، تفكيرك بيكون صح، بتعرف تاخد قرارات صح. لما بتتعرض للستريس هتلاقي فعلا التأثير دوت ملحوظ جدا مع اي حد بيجرب طريقة التنفس دي. طيب دلوقتي هنقول بقى نعمل الطريقة ديت ازاي، نعملها امتى، نعملها لمدة قد ايه، هنتكلم على الحاجات ديت بالتفصيل، وبرضو بالمرة هحط الرابط في الشرح بتاع الفيديو بتاع ويم هوف هو بيشرحها بنفسه. افضل وقت تعمل فيه الطريقه ديت هو اول ما تصحى، ويفضل ان انت ما تكونش واكل، انت تكون على معده فاضيه. كل ما كانت معدتك فاضيه كل ما هتعرف تكتم نفسك لمده اطول. لو حد بيعمل صيام متقطع لو الصيام دوت كان طويل هيلاقي ان كتمان النفس بتاعه اسهل بكتير. لو حد بيعمل بقى كيتو دايت مثلا، انا مش بعمل كيتو عموما عشان في ناس كتير فاكره انا بعمل كيتو، بس لو حد بيعمل كيتو دايت هيلاقي برضو ان كتمان النفس اكتر بكتير من الناس العاديه، لان الجسم بيكون اذكى او افيشنت اكتر في استعمال الاكسجين. فيفضل ان انت تعمله اول ما تصحى، انا بعمله اول ما اصحى وبعمله تاني قبل ما انام. ولو اشرحه بصوره مختصره كده هو هيكون كالاتي: انت هتاخد 30 نفس بس بشرط ان هو يكون دايفرام بريثنج، يعني ان انت بتوصل النفس بتاعك للمعده. يعني انا لو حطيت ايدي على معدتي فكل نفس انا هاخده ايدي هتطلع وهترجع مع معدتي، يعني كل شهيق ايدي بتطلع كل زفير ايدي بترجع تاني. فهتعمل الموضوع دوت 30 مرة، في العدة 30 بعد ما الزفير هيطلع هتبتدي ان انت تكتم نفسك لمدة 30 ثانية لغاية 90 ثانية. انا بحب ازوده بالتدريج، يعني انا بعمل اول مجموعة 30 ثانية، تاني مجموعة لمدة دقيقة، بعد كده دقيقة ونص، بحب ازوده بالتدريج. بس انت بتكتم نفسك لمدة 30 ثانية بعد الزفير، بعد كده باخد نفس واكتم النفس اللي انا خدته دوت لمده 30 ثانيه تاني، ديت كده مجموعه واحده. هتعمل كده من 3 لخمس مجموعات، كل مره بزود مده كتمان النفس اللي هو بعد الزفير، والنفس التاني اللي هو بعد الشهيق بخليه 30 ثانيه زي ما هو شرح. بعد ما بخلص بقى طريقه التنفس ديت بعمل حاجه اسمها بريث لايت تو بريف رايت. دي كان في كتاب تاني اسمه اوكسجين ادفانتج، من احلى الكتب برضو اللي انا قريتها، بتاع باتريك ماكاون. حط عموما الكتابين الرابط بتاعهم في الشرح، سواء تولز اوف تايتنز او اوكسجين ادفانتج، هتلاقوا الاثنين في الشرح لو حد عايز يجيبهم من امازون. طريقه التنفس الثانيه دي هتكون عكس طريقه التنفس الاولانيه شويه، الهواء اللي هكون باخده هيكون اخف بكتير. بريث لايت يعني انا بتنفس تنفسات صغيره، كل نفس كل شهيق وكل زفير هيكون اصغر من اللي قبليه، بتنفس حاجه صغيره جدا، وبرضه بتكون دايفرام، برضه بتحاول ان انت الستومك او المعدة بتاعتك تكون بتطلع وبتنزل مع كل نفس، بس بيكون حجمه صغير جدا. بتكرر كده على قد ما تقدر، بعد كده بتاخد نفس ثاني عميق، نفس الفوليوم بتاعه الحجم بتاعه بيكون اكبر شويه، ده بيبقى الراحه بتاعتك، وبعدين بتكرر الموضوع دوت ثاني وتالت. بعد 5 دقايق تقريبا هتبقى نمت، يعني بعد لما بعمله بالليل بروح في النوم بسهوله جدا جدا، بالذات لما بعمله بعد ويم هوف. فبرضو الحاجة اللي لازم تعرفها ان طريقة ويم هوف مش بس موضوع التنفس، هو موضوع التنفس وفي نفس الوقت موضوع الكولد اكسبوجر، وموضوع ان انت تتعرض لمية ساعة، وده برضو فيديو انا عملت عنه بالتفصيل، حط الرابط بتاعه في الشرح او في اخر الفيديو، فوائد الدش الساقع او التعرض للمية الساقعة. والحاجة الثالثة اللي كان بتكلم عليها هي المديتيشن او المايندفولنس، او ان انت تبقى في حالة تأمل. وكده كده هتحس بيها وانت بتعمل تمارين التنفس، ان لما بتكتم نفسك مخك مثلا مش هيبقى بيفكر انا المفروض اعمل ايه كمان نص ساعه، ومفروض اعمل ايه كمان ساعه او اليوم ده، لا هتلاقي ان تفكيرك بيهدى
بطريقه كبيره جدا، لان انت في حاله خطر دلوقتي، انت هتموت دلوقتي. انت نفسك مكتوم. فديت بتبقى يعني نوع من انواع التامل، ان انت نفس التفكير بتاعك هادي بسبب ان انت متحكم في النفس بتاعك. عايزين نجرب كلنا الموضوع دوت، فعايز الناس اللي بتتفرج عليها تجرب الموضوع دوت لمده 30 يوم الصبح وبالليل، واكتبوا لي في التعليقات حسيتوا بايه، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.